كتير مننا بيعاني من مشاكل القولون والبراز المتحجر والفضلات المتراكمة داخل القولون واللي بتسبب له مشاكل في الهضم وآلام، خاصة مرضى القولون. في الفيديو ده هنقول 4 مكونات طبيعية بسيطة وسهلة ومتوفرة في كل بيت، مش وصفة بقى وهنحضر وكده، ده حاجات بسيطة وسهلة خالص هتنظف القولون تماما وهتطلع منه كل الفضلات المتراكمة والبراز المتحجر من سنين. قبل ما نبدأ في شرح الفيديو والكلام اللي هنقوله، ولأن زكاة العلم تبليغه، فاللايك الجميل اللي بتعمله لنا والكومنت اللي بتسيبه لنا بيكون سبب في ان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس، وبالتالي بتكون انت سبب في ان الناس تستفيد. فاعمل لايك وسيب كومنت بأي حاجة حابب تقولها، ذكر او الصلاة على النبي او اي حاجة ممكن تسيبها لنا في كومنتات. بالنسبة للاشتراك في القناة فدور يوفر لك فيديوهاتك او فيديوهاتنا على صفحتك الرئيسية باليوتيوب بدون ما تبحث عننا، وتفعيل زر الجرس دور يوصل لك تنبيه بمجرد ما ننزل فيديو على القناة علشان تحصل على فيديوهاتنا اليومية واللي بنتكلم فيها عن العلاج بالاعشاب والطب البديل. اول حاجة معانا بتساعد على تنظيف القولون تماما هي كثرة شرب المياه. طبعا هي هتبقى منظومة متكاملة، هنبدأها بشرب المية، نشرب مية كتير. طبعا شرب المية فوائده عديدة جدا، ومن اهم فوائدها ان هو بينظف القولون. تقريبا في فصل الصيف لا يقل عن 3 لتر مية، ولكن طبعا ما ينفعش انك تشربهم كلهم مرة واحدة عشان ما تسببش نفسك مشاكل، وعلشان تاخد منهم اكبر استفادة ممكنة. ف 3 لتر مية ممكن يعني تقسمهم على 5 مرات او 6 مرات في اليوم، بعد كل اكل، بعد كل صلاة، شوية الصبح شوية بالليل، بحيث انك ما تشربش اقل من 3 لتر مية في الصيف و 2 لتر مية في فصل الشتاء. تاني حاجة الخضروات. الخضروات مهمة جدا، خاصة الاوراق الخضراء زي الخس، الجرجير، الشبت، البقدونس، الفجل، اي ورق اخضر ممكن تاكله هيفيدك وهيساعد على تنظيف القولون وهيسهل عملية الاخراج بدون معاناة وبدون مشاكل. ممكن تاكله كده طازة او مع السلطات. تالت حاجة الافوكادو. الافوكادو زي ما ظاهر عندنا في الصورة كده هي بتبقى من انواع الفواكه، غير متوفرة في معظم البلدان، ولكن اذا كانت متوفرة فهي كويسة جدا ومفيدة لصحة القولون وتنظيفه من الفضلات. اما رابع حاجة واهمهم، وهي اللي بتكون دورها فعال جدا وممكن نستخدمها على السلطة علشان ما تقدرش، لو مش هتقدر تشربها او تاكلها بشكل مباشر، وهي خل التفاح. معلقة خل التفاح كل يوم على الريق هتساعدك على تنظيف القولون تماما. لو مش هتقدر تشرب خل التفاح على الريق ممكن تضيفه للسلطات وتشربه او تاكله على الفطار او في الوجبات المختلفة. فخل التفاح مهم جدا مع المية والسلطات الخضراء بالاضافة الى الافوكادو. وبكده اكون خلصت معاكم فيديو النهاردة، واشوفكم الفيديو الجاي في صحة كلينيك.